السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير ونلقاكم في احسن الاحوال. كيف دايره ماما؟ لاباس عليك؟ لاباس عليا يا بنتي يا روحي هلا سلمي على المشاهدين، كيفكم؟ كيف دايرين؟ السلام عليكم. لاباس عليكم، كي دايرين؟ بخير على خير، اللهم لك الحمد. جينا اليوم ماما، اليوم بندي مسمم بالسحمة، وما غاديش نعجن دابا تاع نصبق السحمة. هي الاولى نطيبها وخليت بعد لا دمده في العجينة. شنو غنصبقو؟ قلت يا ماما الشحمة السحمة وين احنا بينا نغسلوها تما، هي الماء بوحدو ولا الماء والملحة؟ لا لا لا، هي فيها الملح، غنغسلها من الملح. لا تكون اصلا بقى تدر لها الملحة وخلينا في الفريغو. هادي الشحمة ديال الغنمي، ومن الافضل ديرو الشحمة ديال البقري، تكون خفيفة ياك ماما. هذيك ما تضات عليها، دابا عبدت ليها الماء المرة الثانية، تبقى تغسلها مزيان. شحال من مرة تدير لها الماء؟ ثلاث مرات. ثلاثة تغسلها، تحيد الملحة. هيا حيدت الملحة منها، تتقطريها مزيان. غادي نديرها هنا في الكاسرونة باش تطيح. ودابا ملي حطيناها في الكاسرونة شنو بدي ديرها؟ ليكي فاش طيب فاش تدو حنا تنديرو زيت عافية، المهم زيت الرومية. شحال تديرها ماما ديال الزيت؟ كتير دابا، شويتي تدهني مشمل. كتير نيت؟ لا انا مشمل تعبو الزيت فاش تبطي. دابا داك الزيت نيت لي تدهنو بيه باش نورقو بيه المسمن، بدو فيه الشحمة. ودابا هنايا حنا درناها فوق البوطة باش تدوب، غنبقاو خلينا فوق البوطة حتى تدوب مزيان ياك ماما. انت دوتو لي بحال بحال الزيت، تولي دهنية، ما تبقاش هكا، تولي دايبة بحال بحال الزيت. لا دا قوموها، باقي بدي لها القومية نيت. ندير لها بصلة القزوة، غادي نخليوها حنايا تدوب. وغادي تعجن ماما دابا المسمن، علي ما هي منانية الدوب على خاطرها، وتكون العافية مزيانة، ما مجهداش بزاف وما ما ناقصهاش. المهم هي لا هي اللي كتكون تبان ليكم العافية. لا تقوم هذا بماما، شوف ديري بتعجني مسمن. لا لا لا، خليها على ما الدوب، هي الدوب نقاومها. وشنو هما المقادير ديال المسمن يا ماما؟ شحال كديري؟ سميد الحرش فينو سميد الفاش جوج زلايف، المهم تجي القياس اللي تيديرو في اي حاجه زلافه كيما كانت، ماشي ضروري انها تكون نفس هاد الزلافه هادي ياك ماما. المهم هي القياس ديال واحد، قياس واحد ديال السميد فينو هو ضربوه بجوج المرات، يعني بحال مثلا درتو كاس، يكون كاس واحد ديال الدقيق فينو وجوج كيسان ديال الدقيق البيض. دابا ما تغرب الماما الدقيق، شنو قلتي يا ماما؟ صدقوا الحاجة ولا فين؟ دابا الفورس غير بدي فورس، كيف قلت لكم القياس باش ما عبرتو بأي حاجة زلافة، كاس قياس واحد ديال الفينو تيساوي ومعاه جوج قياسات ديال الفورس ياك ماما. اي الملحة شويه قايسه الخميره، عايش انتوما شوفوا زعما ماشي ما تكتروش الخميره، ياك ما نكتروش الخميره بزاف. شحال ديال الخميره يا حبيبه حبيبه؟ هي الشتاق يعني واحد الشويه باش تخمر شي شويه. ومليح الملح قد جات شحال؟ معلقه كبيره خبزه كاع عارفينها، معلقه كبيره. دابا تنزيد المدافي، جات شحال غادي يكون الماء؟ هو تنزيد تبقاو تزيدو بشوي بشوي، اصلا تما راك كل الاغلبيه عارف كيفاش يطيب. تبقى ماما تزيد في الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف، دافي.
نعطي نوريو طريقة المبتدئين المبتدئات. دابا راه حتى الرجال هما اللي تيطيبو هما الاولين ماشي لي. لا المعالي اللي ما نقدش ديك الماكينة تاكل انا هو اللي يزين فيهم البنة تنبقاو هكا حتى يتجمع الماء ما يبقاش الماء يتجمع فيه ويتجمع الدقيق مع الماء يتجانسو مع بعضياتهم. عطيه البليك صافي هذا هو قياس تاع الماء وبقيت الكياح في بالي تجمع تجمعات العجينه ولا ترضى فرتي تاع الزحمه اللي بقى بحال هكا تبقاو طروفات الشحمه كاينين مازال غلط هكاك فرتت حيدناهم قاد تفرشيت باش يبقى الزيت هو اللي بينا يبقى غير اللي دام الزيت ما شي بيتحيد. ودابا درنا البصله في ديك الزيت والشحمه اللي كانوا فوق البوطه ياك احنا تندير فيها البصله جوج ريش جوج بصلات حريف حريف سميتها حريف سميتها دابا شنو بغيتي زعما؟ قزبر بوحدو ولا قزبر ومعدنوس؟ قزبر ومعدنوس تنشعلو العافية دابا باش تقوميها دابا تنقوم بيها هاني تنجيب القزبر حميها جوج معالق معالق صغار عامرين مزيان هادو تاع العود يعني قولي معلقه كبيره ولا جوج معالق صغار بزار شوية شحال ديال البزار شوية شوية ديال الحرا إذا تعجبو الحرا ولا زيد شي شوية معلقة كاملة خلقهم دابا خلقهم عود شوية ولا شحال واحد شوية كيك صافي راه هادشي اللي كاين الملحة الملحة تندوق بعدا ما تكون مالحة كاينة الملحة ديال الشحمة تطلق دابا بغا تزيد ماما السكينجبير أنا حبيت الشحمة وملي قايسة الملح وواحد شوية ديال الملحة المهم إلا كنتو نتوما دايرين الملحة كتيرة في الشحمة بلا ما تزيدو المهم ذوقو هو الاول ضروري من المذاق عاودي لهم ماما المقادير عاوتاني جوج ريوس ديال البصله حريف حريف وقزبر معدنوس شويه ديال قزبر معدنوس وجوج معالق التحميره شويه تاع البزار شويه الخلقوم شويه الكنجبير معلقه الكمون شويه الملح على حسب الذوق هاهي القد خليت خلينا ترتاح من عجنتها ماما ها هي تلات مبوقه شتيها فتبقاي دلكيها مزيان مزيان خلي تجمع العجينه مزيان تتولي رطبه هكا مبوقه تولي بحال هكا رطبه تجي لك هاد التبويقات هادو عرفيها راه دلكات مزيان وخوتها خليوها شحال ماما باش ترتاح لا خليتيها تلقاها ربع ساعه خلي واحد ربع ساعه تترتاح هاد نخليوها ترتاح و تنخليو العمارة ديال الشحمة تبرد حيت ما خصناش نديروها باقا سخونة في العجينة دابا هي بغات تبدا تقطعها ماما ودهنات البلاطو بالزيت باش ما يلصقش بدا تحط فيه تما كاين مسمى بدا تقطعها تقريبا قداش نديرو الدوارات كبار قداش ما بغيتي نديرو بغيتي كبير بغيتي صغير وزي ما يكون السميد فينو الفينو يكون قليل على ياك فينو فينو هو فينو هو الحرارة يكون قليل فينو يكون هو اللي قليل
والبيض يكون هو اللي كثير يكون طاغي على فين لازم يجي قاطعه. دابا تكوريهم من الاول عاد باش بتبداي نبدا باللولة تقرصيهم تبقى هكا تكورهم وتحطهم في الطاوة يعني في بلاطو دابا شنو غادي نديرو ماما غادي تبداي تقرصي غادي نبدا نقرص نبداو تبداي تهزي بديك اللي هي الاولى اللي سميتها طرقت لولبتي اللي لبنا هي الاولى هي اللي تنبداو بها تطرقيها بزاف تطرق ولا القياسه هي صح تقريبا نقولو واحد سنتيمتر بحال هكاك دابا تزيدي لها العمارة دابا البصلة والشحمة العمارة فيما دلكتوها مزيان فيما تكون هكاك دايرة في هدوك البق زعما سميتو هدوك فقاعات فقاعة بوحدة ديروها وتديها وحدة بوحدة ديروها لا جبو إلا بيتوها رقيقة ياك دابا بوحدة ديرها باغي دير وحدة فقاعة بوحدة ديرها هكا تجي مولقة تجي فيها الطبقات كتر تجي فيها شحال من طبقة هاكا جوجات ديرها بحال ما تقرصهاش دابا هكا تخليها تخمر ترتاح شويه ماشي تخمم ما ترتاح ترتاح نعاود واحد اخر واش تبقى بحال هكا تصوم كاملين ندير وحده في قلب وحده اللي بغاها بوحده يديها اللي بغاها وحده يديها وحده بقلب وحده يديها تعجبك الا كان تعجبكم الرقاق ديرو وحده بجوج تكون شويه فيها الطبقات ديرو جوج هاد الشي باش تعجني بليده مديره تزيدو واحد شويه الزيت حيتاش السمن اصلا عزيزي مسمن مسمن عزيز عليه الزيت باش يتورق مزيان وحده عامره هاهي ها باش يجي كلشي زوين عامر تبقى بحال هكا تيكملو ملي تكملهم كاملين تخليهم يرتاحو واحد شويه عاوتاني واحد 5 دقائق بحال هكاك ملي غتكملهم كاملين غتحطهم تما كاين في البلاطو يبقاو يرتاحو واحد 5 دقائق وعاد باش غادي عاوتاني تقرصو باش يطيبو اولا ماما اللي بغات هاهي بغات تكون ضخمة ما تكون هادي متخمة عامة ماما تدير فيهم غير جوج جوج طويات دير الطوية الأولى هكا الطوية الثانية عاد باش الطوية هي ربع نقولو ربعة طويات
تخمل ايه دابا سالات ماما صافي هادي اخر وحده من الاحسن نديرو الشحمه ديال البقري تكون شويه خفيفه الا ما كنتوش تقدو على الشحمه ميتي دي كوسوا انا انت قدتي على الشحمه بزاف تكون مجهده ديرو ديال البقري يعني ما تقدوش عليها حنايا درنا ديال الغنمي ديال العيد الكبير ملي خليناهم واحد 5 دقائق باش يرتاحوا غادي تبدا تقرصو ماما قرصاتها ماما غادي نطيبوها فوق المقلة دوك المقلة الكبار خصك ديما تخلي المقلة مايلة تسخن بعدا هو الأول واحد شوية ايه تكون سخونة ماشي إلا تكون باردة هادي هي المقلة هاكا فهاد المقالي الكبار غنحطو فيهم سمنة تكون هاد المقالي كبار حسن تيكونو تقال وكبار ترى كاينين دوك الصغار ياك ماما كاينه كاينه نشعل منها كاينه المشطة هاي الا كانت كبيره كاع المقرا احسن تهني كاع ما الا درتي مسمنه كبيره ولا درتيها صغيره تهني كيما درتيها داك لي دامي تاخرج مش ما تدخل يا هي تتحمر هاي تاكل ولا تحمر هي لي دام ديالها تحمر عصافة تيجي وغادي نبقاو بحال هكا غادي نطيبوهم كاملين تتشافونا ما تكتروش عليها الطياب بزاف هي واحد شويه ماشي ما تحرقوها ما تخليوها خضراء ما بطوم في القياس تمام دابا منين طاب هو طاب المسمن ديالنا ها هو كيجي ها انتما مغلي دماغك انت حليها ماما الوصفه باش يشوفوا انت تركم انتو شتو كي تيجي مرق تيجي طبقات ورا الطبقات اللي جاولو شتو الطبقات اللي تيكون تيجي شحال من طبقة تيجي كامل عامة تبارك الله انت عيدي تفرتت نتمنوا يعجبكم الفيديو ديالنا اليوم ديال مسمن بالشحمة اللي دارتو ماما يلا ماما كل يوم سلامة باي باي بسلامة تبارك الله عجبني بقيت نشوف فيه ايوا هادا نتمنى عليكم تاكلوا المشاهدين اسمحوا لينا اللي تيتوحم يسمح لينا ايوا هاني صيفطت ليكم بشوتي هاهو هادا هو مسمتها فتيحة الشافي فتيحة الشافي وجربوا وقلنا الرأي ديالكم كيف جا هاهو يكون خفيف ورقيق ما يكونش غليظ لكن غليظ بيجي خايب ما رقيق ما غليظ وميان ابو يجيكم هكا وحده في وحده تجيكم فركه تيجي كلشي مدهون وكلشي فيه وعامر تبارك الله ما شهيتكم فيه بصحتنا وبصحتكم بصحتكم بصحتكم يلا نقولوا سلامة تصبحوا على خير ولا تصبحوا على خير على حسب كيفاش شفتوا الفيديو بسلامة ما بقينا حيين غادي نعطيكم اكله اخرى جي نحسب نجي ان شاء الله ايوا هذا جينا بسلامة بسلامة باي باي